مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم. النهارده عندنا برنامج جديد، طبعا انتم متعودين مني على حوار مع طبيب. إيه زي ما قلنا قبل كده ما بعدناش كتير قوي. النهارده برنامجنا اسمه سر جمالك. إيه طبعا دي الحلقه الثانيه، سبق عملنا الحلقه الاولى إيه في مركز دكتور هبه. إيه لكن النهارده احنا معاها على الهوا، إيه عايزين نرحب بيها الاول ونشوف ايه اللي هي جايه تعرضه لنا النهارده على الشاشة مباشرة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور. طبعا دكتورة هبة جمال فضل، أخصائي التجميل الغير جراحي. طبعا ده ليه مفهوم تاني خالص. قبل ما نتكلم إن حضرتك متخصصة تخصص مهم قوي في علاج، أو مش عايزين نقوله يعني تجميل، لأ احنا علاج للشعرة وللبشر للست عامة من كل حاجة، تمام كده؟ شفنا عند حضرتك قبل كده في المركز منتجات وأجهزة حديثة جدا تكاد تكون ما شفناهاش قبل كده صراحة يعني، وعرضنا الحلقة تصويريا وهنا في نفس القناة، وكانت الأجهزة فعلا ألقت إعجاب كبير جدا جدا من ناس كتير قوي. فهم هنا حابين يتكلموا باستفاضة بقى مع حضرتك، أو حضرتك تعرض لنا باستفاضة. مش هنتكلم بقى عن البشرة والشعر وكل حاجة زي المرة اللي فاتت، كوكتيل اللي احنا عملناه ده، لا احنا هنتكلم النهاردة مخصوص عن الشعر. والشعر زي ما قلنا عليه تاج المرأة. بالظبط. فطبعا الشعر ده بيقابلنا فيه مشاكل كتير جدا جدا. عايزين نعرف من حضرتك الأول قبل ما نشوف المنتج اللي هو حضرتك مشهورة بيه قوي، منتج روزابيلا. تمام. طبعا منتج روزابيلا ده بيخص حاجات كتير جدا، أهمها العناية بالشعر. بالشعر، العناية بالشعر. وانا بالظبط. باكد على كلمه العنايه بالشعر. هنا عايزين نعرف من حضرتك المشاكل الاول اللي بتواجه حضرتك بالنسبه للشعر بتكون ايه؟ طيب احنا عندنا مشاكل كتير جدا بتواجه الشعر، وخاصة في الفترة دي، عشان كده انا اهتميت جدا اني اعرض البرودكت بتاع الشعر بتاع الشركة عندنا. زي مشاكل الفترة دي تساقط الشعر وقشرة الشعر والحاجات الكتير اللي الناس بتقلق منها. طبعا اهم حاجة هو تساقط الشعر. تساقط الشعر الفترة دي منتشر جدا وعند ناس كتير جدا، وبادئ معاهم تقريبا او غالبا من الصيف، وده بيبقى ليه اسباب كتير جدا، مش مجرد ان انا استخدمت الروتين غلط او لا، ده ليه اسباب كتير جدا. عندنا مثلا اول سبب من اسباب تساقط الشعر هو تساقط الشعر الكربي. تاني حاجة او اشكال تساقط الشعر، اول حاجة تساقط الشعر الكربي، عندنا حاجة تانية اسمها تساقط الشعر الوراثي، وعندنا تالت حاجة اسمها الصلع او الالوبيشيا او الثعلبة. كل شكل من الاشكال الانواع التساقط دي ليه سبب او عده اسباب او عده حاجات بتسبب التساقط بتاع الشعر. التساقط الشعر الكربي مثلا، الناس اللي بتتعرض للستريس دايما دايما تلاقي عندها تساقط شديد في شعرها، الشعر بيقع بطوله، كميه الشعر اللي بتقع غزيره جدا، فتحس ان هي خلاص انا عندي انهيار في شعري. ناس مثلا عندهم مشاكل في الغده الدرقيه، ناس مثلا عندهم امراض داخليه، فابتدت يظهر او ابتدى يظهر مشكله تساقط الشعر عندها. تمام. في كمان في تساقط الشعر مثلا الناس اللي جالها كورونا، او الناس اللي جالها دور برد شديد مع حراره شديده، كل ده بيسبب تساقط شعر وبيستمر فتره، وبعد كده اول ما بنعرف المشكله هي ايه بالظبط بنبتدي نعالج. كمان ممكن يجي نتيجه نقص فيتامينز في الجسم، زي فيتامين اي، فيتامين د، زي مثلا الزنك، زي مثلا الفريتين، السيروم فريتين بتاع الجسم، الهيموجلوبين بتاع البنوته لما بينزل برضو بيبقى في تساقط في الشعر. فالمفروض ان احنا بنعرف السبب اللي هو بيعمل تساقط الشعر بتاعنا. القشره برضو من الحاجات اللي هي مسببه كتير لتساقط الشعر، وخاصه الفتره دي. فالمفروض بنعرف السبب بتاع المشكله بتاعتنا علشان نبتدي ندور على العلاج بتاعه. فطبعا عملنا لكم في روزابيلا منتج هايل، او منتجين، تو برودكت في الشركه. طبعا احنا شركه ايف لاين كوزماتكس، العلامه التجاريه بتاعتنا روزابيلا بروفيشنال. روزابيلا عملت لنا حاجه اسمها سبراي للشعر، وده بخاخ للشعر عباره عن مجموعه كبيره من الفيتامينز، اهمها الكافيين، البيوتين، السوبر ممكن ميتو. بعد اذن حضرتك يعني نعرض حاجه كده، حاجه واحده كده، واحده واحده معانا بالراحه، ونشوف ايه المنتج ده وبنستعمله في ايه. ده السبراي بتاع روزابيلا. سبراي روزابيلا ده خاص بالشعر، بتساقط الشعر وعلاج الفراغات، الصلع الوراثي والمشاكل الالوبيشيا. ده سبراي. ده سبراي، بخاخ للشعر، وده بخاخ مائي.
بيعتبر من الحاجات الفعاله جدا في تساقط الشعر اللي داخل الشركه عندنا، ونتيجته فعلا هايله، والافكت بتاعه عالي جدا. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كافيين، بايوتين، سوبالميتو، في برضو جينسنج، في روزماري، في مجموعه كبيره من الفيتامينز زي فيتامين اي وفيتامين بي 5. الفيتامينز دي بتعمل بتغذي الفوليكل جدا، فبتدي نتيجه سريعه في نمو الشعر، بحيث ان لو هي عندها اي مشكله داخليه وبدات في علاج للمشكله دي، بتستخدم السبراي كحاجه بقى خارجيه تساعد في علاج المشكله بتاعه التساقط. طب يعني احنا بنشتغل داخلي وخارجي، ازاي بنستعمله وده اهم حاجه؟ طيب احنا بنستعمل السبراي بتاع روزابيلا مرتين في اليوم. بنرش 10 بخات على الفروه، بنعمل مساج قوي جدا. طبعا هو مائي فامتصاصه سريع، ما بيسببش اي دهننه ولا قشره ولا اي حاجه. بمعنى تدليك. ايوه بالظبط. عايزين نوضح بس عشان الساده المشاهدين معانا يبقوا فاهمين احنا بنعمل ايه. ده عباره عن سبراي حضرتك قلتي فيه مجموعه فيتامينز كتير جدا زي الكافيين. طبعا الكافيين من الحاجات المهمه جدا في علاج التساقط، لانها بتنشط الدوره الدمويه. بتعمل توسيع علشان باقي المنتجات او باقي المكونات او الانجريدينت اللي في المنتج تدخل جوه البصيله او الفوليكل فتغذيها. طبعا الجينسنج معروفه، او عشبه الجينسنج في انبات الشعر، الروزماري، السوبالميتو اللي هي البديل الامن للمونوكسيديل. فكلها مواد افكتيف ومجربه وعليها ابحاث ودراسات كتير جدا. معنى كده افهم من حضرتك ان السبراي ده مش يعني بيساعد على عدم تساقط الشعر بس، لكن ليه ميزه كمان ان هو بيملى الفراغات. بالظبط، هو حاجة اساسي في انه بيساعد الفوليكل ان هي تبدا تطلع من جديد او تبدا تتغذى. فتبدا تطلع وتطول. طبعا الشعريه خلاص اللي هي خلاص دخلت في مرحله التيلوجين، خلاص بدات تتساقط. احنا عندنا 3 مراحل لنمو الشعر: مرحله الاناجين والكاتاجين والتيلوجين. مرحله الاناجين دي بتستمر معانا من 3 لـ6 سنين. تبدا مرحله نمو الشعر، الشعر فيها ما بيقعش خالص، ما بقاش فيه مشاكل. تيجي مرحله اسمها التيلوجين، ودي مرحله ثبات الشعره، تبقى الشعره ثابته. دي 3 شهور من 3 لـ6 شهور في المتوسط، بتبقى الشعره في حاله ثبات، لكن خلاص هي هتنفصل عن البصيله بتاعتها او الفوليكل بتاعتها. تيجي مرحله التيلوجين، خلاص هي بتبتدي تقع. فاحنا في المرحله دي بقى اللي هو في مرحله ان هي بتقع، بنبتدي نغذي البصيله من تاني علشان تبدا تطلع لنا شعريه جديده. وممكن تطلع البصيله الواحده ممكن تنتج شعريتين او 3 شعرات على حسب كميه الغذاء اللي داخل البصيله بتاعتها. طب دكتور، لمده قد ايه السبراي ده بيستعمل؟ احنا قلنا مرتين في اليوم. اي روتين لاي روتين عنايه للفوليكل او لتغذيه البصيلات او لروتين الفروه، ده يعتبر روتين عنايه بالفروه. تمام، مش اقل من 3 لـ6 شهور. من 3 لـ6 شهور بالظبط استخدام. طيب استخدامه لاي سن ولا ليه سن معين؟ لا، هو بيستخدم لاي سن، حتى الاطفال من عمر مثلا 5 سنوات. ده مهم قوي ان احنا عايزين نعرف المعلومه دي. هو بيستخدم حتى الاطفال من سن 5 سنوات. الناس اللي بتعمل شعرها دايما بروتين وفيلر وكولاجين والحاجات دي كلها، دي احنا بنهتم او بناكد عليهم ان هم يستخدموا سبراي روزابيلا علشان دايما تبقى البصيلات في حاله نشاط، وما يحصلش اي مشاكل في تساقط الشعر نتيجه بقى الحراره، او مثلا استخدام روتين غلط، او نزلت البسين او البحر او الحاجات دي كلها. تمام. يعني هنا عندنا الجدر نفسه بتاع الشعرايه، هو ده بيهتم بالبصيله، فبيبتدي بقى التغذيه بتاعه البصيلات دي توصل للشعرايه نفسها. بالظبط، من الجذور للاطراف. تمام. لكن هو مش بيتارجت الشعرايه، احنا بهدفنا تغذيه البصيله نفسها. أيوة. بحيث ان هي تنمو بشكل صحي، تنمو بشكل كويس، ما يبقاش فيها اي مثلا لو هي في ناس بيبقى عندها مشكله ان بيجي مثلا فتره من الفترات انا شعري كان ناعم وتحول شعري مثلا كيرلي، او بدا يظهر فيه موجه او تقصير. ده دي حقيقه. بالظبط، انت لما بتبتدي يبقى هدفك تغذيه البصيله، بتنمو البصيله بصحتها وبطبيعتها، ما بيبقاش فيها اي تغيير او مثلا مشاكل في الشعرايه وهي طالعه جديده. طبعا بيبقى فيه طبعا روتين عنايه تاني بالشعرايه نفسها بقى، هنتكلم عنه برضو. انا عايزه بس اوضح لحضرتك اللي هناك، عايزين اللي ناخد هناك ما احنا قلنا هناخد منتج كده ونشوف. دي برضو حاجه لتساقط الشعر. دي زي فايلز كده، امبولات برضو. احنا على فكره منتجاتنا كلها مرخصه وزاره الصحه. بتستعمل مع الاسبراي؟ بنستخدمها مع الاسبراي. تمام. الامبولات دي بيبقى تركيز المواد الفعاله فيها اعلى. فبنبتدي ان احنا هدفنا يبقى تغذيه شديده جدا للبصيله، او تحفيز قوي جدا للبصيله، بحيث ان الانتاج بتاعها يكون اسرع. طبعا بتعمل اطاله بشكل سريع، ما شاء الله بتعمل انبات بشكل سريع. فيها ايه بقى؟ نتكلم عن المكونات الفعاله اللي فيها والمواد الفعاله. فيها حاجه اسمها بروكابيل، ايوه، كابكسيل، ريدينسيل.
طبعا غير احنا عندنا هنا 15 ماده فعاله او 15 مكون في الـ في الـ في الـ في الامبولات دي، في الفايلات دي. ايوه ال 15 مكون دول بيعملوا لي تنشيط قوي جدا للبصيله، البروكابيل والريتنسيل والكابكسيل بلس الكافيين، الجينسنج، الروزماري، حاجه اسمها عشب ديل الحصان اللي هي بتعمل اطاله اصلا للشعر. في مواد كتير جدا، مجموعه كبيره من الفيتامينز زي فيتامين اي بي 5، في كمان أرجان أويل، في أفوكاتو أويل، فيها مجموعة كبيرة من الفيتامينز نتيجتها فعالة، وبتكون لما بنستخدم السبراي مع الأمبولات بتكون النتيجة. أمبول واحد يا دكتور ولا أكتر من؟ لا طبعا احنا بنمشي زي ما اتفقنا ان احنا بنمشي 6 شهور، مش أقل من 3 ل6 شهور علاج. فبنبتدي نستخدم، احنا عاملين 6 فايلات في العبوة. كل شهر مثلا أمبول؟ لا مش لكل شهر، احنا بنستخدم ربع الأمبول في اليوم. في اليوم الواحد؟ في اليوم الواحد ربع الأمبول اللي هو من تقريبا 10 نقط. لو الحاله مش سيفير قوي او مش شديده قوي، لا بنستخدم مثلا كل مثلا مرتين في الاسبوع او 3 مرات في الاسبوع اللي هو كروتين عنايه. عايزه اقول لحضرتك يا دكتوره عزه ان احنا لازم نعتني بفروه الراس، مش مجرد ان انا لقيت تساقط شعر اجري استخدم منتجات لتساقط الشعر. طب انا ليه ما اهتمش طول الفتره او طول الوقت ان انا اهتم بتغذيه بصيلات شعري؟ عشان لو اتعرضت لاي ضغوط او اي ستريس او اي حاجه يبقى فيه قوه في البصيله فما يحصلش انهيار شديد للشعر. طب دكتور هبه، هو في سؤال مهم بيراودني دلوقتي قبل ما نكمل منتجاتنا، الناس بتساله كتير قوي، الحاله النفسيه وتاثيرها على الشعر. بالظبط. طيب احنا قلنا مش هبعد عن المنتج والله، بس هو ده سؤال مهم جدا. الحاله النفسيه ان ده من نوع من انواع التساقط اسمه التساقط الكربي. التساقط الكربي ده بيبقى داخله الاستريس الشديد، انا دايما مضغوطه، انا متوتره، انا زهقانه، انا في ثانويه عامه، انا في امتحانات، انا عندي مسؤوليات كتير، انا جوزي معكنن عليا مثلا كل ده بيسبب تساقط شديد جدا للشعر. انا عايزه اقول لحضرتك ان كان في حالات بشوفها بعيني ان هي بيبقى شعرها كويس جدا، تاني يوم عندها انهيار في شعرها. صح كده، استرس شديد جدا حصلت عندها، اضطراب نفسي شديد وبيزيد سوء نفسيتها اكتر. بالظبط. الناس دي بتلاقيها جايبه لك شويه شعر كتير كده في كيس وتقول لك انا دول نزلوا مني امبارح. فده احنا ما بنستغربش يعني في الحالات دي خالص، لان احنا بنبقى عارفين ان هي خلاص اتعرضت لستريس شديد جدا، فهو ده اللي سبب لها مشكله التساقط الشديده دي. تمام. التساقط ده ما بيستمرش فتره طويله، وبيكون علاجه سهل جدا ان انت خلاص احنا نبعد عن الاستريس اللي احنا فيه، نبتدي نغذي البصيلات بتاعه الشعر بتاعتنا، بلس ان احنا ممكن ناخد مجموعه من الفيتامينز اللي تساعد البصيلات ان هي تطول وتطلع بسرعه. ايوه اكيد طبعا طبعا. نعرض منتج تاني يا دكتور كده نعرف. طيب برضو احنا دلوقتي بنهتم بالعنايه او روتين العنايه اللي في البيت. الامبولات دي زي ما اتكلمت او الفايلات دي يعتبر نفس الانجريدينت اللي في الميزو سيرابي اللي بنستخدمها في العيادات. بس انت بتستخدميها في البيت كده مجرد لوشن او مجرد دهان للفروه، نفس الانجريدينت بتاعه الميزو سيرابي. طيب نشوف منتج تاني. انا بقى لو عندي مثلا حاله، الحاله دي بيكون شعرها فيه ضعف شديد جدا او بيكون شعرها مقصف جدا، اتعرضت مثلا لصبغه فالصبغه عملت لها حرق في شعرها او عملت تمطط او تقطيم في الشعرايه، انا المفروض بديها ايه بقى؟ دي ليها روتين عنايه مختلف. المفروض ان انا ببدا اشتغل على روابط الشعر، ازاي اغذي روابط الشعر وازاي اقويها وازاي اخلي الروابط نفسها تتماسك وتديني مظهر شعر صحي. دي مهمه بقى كريم الحرير. كريم الحرير من روزابيلا ده عباره عن كريم في مجموعه كبيره جدا من المواد الفعاله زي الشيا بتر، ارجان اويل، افوكاتو، في كمان فيتامين اي، بروتين القمح. الفيتامينز الكتير دي بتعمل اعاده للروابط بتاع الشعريه تاني، كاني بعمل جلسه بريكس بس عندي في البيت. منتج بستخدمه في البيت، شعر بنتي كيرلي قوي ما بيتسرحش باي حاجه، بيحسن شعر. بقى دكتور اسفل المقاطعه، بيقولوا عليه شعر خفيف جدا جدا، وده بيرهق برضو امهات كتير قوي وبنوته. الشعر الكتير ده بقى بنستخدمه خفيف خفيف، شعري خفيف. هي بتقول انا شعري خفيف. ضعيف ولا خفيف؟ لا خفيف مش ضعيف. يعني طبعا عدد عدد الشعر اللي نفسه بيبقى قليل. طيب ده احنا بنستخدم له السبراي مع الفايلز بتاعت اللوشن، بيتقل شويه بالظبط، تبدا سمك الشعريه كمان يزيد. فتدينا مظهر فوليوم او بتدي مظهر كويس للشعر. تمام. الشعريه بقى الضعيفه، الشعريه الناس اللي بتعمل صبغه كتير، الناس اللي بتعمل بروتين او عملت سي اي منتج وحصل تقطيم شديد في شعرها. بالظبط. الناس اللي شعرها ضعيف ونفسها الشعريه نفسها تبقى اسمك. الاطفال، كل ده بيمشي معاهم كريم الحرير. كريم الحرير من الكريمات المعززه جدا للشعر،
والمغذيه والمرطبه لفروه الراس في فصل الشتاء للناس اللي بتجيلها قشره جافه. أيوة. لان احنا عندنا القشره انواع كتير جدا، منها القشره الجافه اللي بتيجي نتيجه شكوية. الجفاف بالظبط. أيوة. دي من الحاجات المرطبه وامتصاصها سريع جدا وما بتسببش اي مشاكل للشعرايه، بالعكس ده يعتبر ترميم قوي للشعر. وعايزه اقول لحضرتك ان مع الاستخدام او استمراريه الاستخدام بتاعه كريم الحرير فعلا لقينا ان شكل الشعر نفسه بيتحسن او بيتغير. انا عايزه اوري لحضرتك البرودكت من جوه، طبعا احنا بنغلف المنتج علشان نحافظ على عشان لما نشحن للعملاء فيبقى في حفاظ على طبعا على الحاجه. ده الكريم بقى اللي حضرتك شرحتيه دلوقتي بالظبط، ده كريم حرير. ده كريم الحرير. أيوة أيوة. كريم الحرير من الكريمات الهائله جدا في علاج التمطط التقطيم الجفاف الشديد، التلف، القشره الجافه زي ما قلنا، القشره الشتويه دي المشهور بقى، امتصاصه سريع. مش عايزه اقول لك ما بيسببش اي مشاكل خالص للشعرايه، بالعكس. في ناس بقى زي ما بقول لحضرتك بترجع لي بعد فتره الموجه اللي في شعرها اتحسنت، عارفه كانك عليت الترطيب في الشعرايه فتحس ان الشعرايه فعلا بدات تفك معاكي وبدات بتتقال كده، زي ما يكون في حاسه برطوبه كده بالظبط فروه شعري، صح حقيقي بالزبط. ده كريم الحرير. نتكلم بقى عن روزابيلا، طبعا دي الملكه بتاعت الشركه بتاعتنا. نشوف كده مع حضرتك، ده الاساس بقى، ده المجموعه بقى اللي احنا بنمشي عليها في البيت، اللي هي بنمشي عليها الروتين اليومي بتاعي. تمام. طيب مجموعه روزابيلا دي مجموعه، طبعا كل ده مرخص وزاره الصحه. المجموعه الانجريدينت بتاعتها قويه جدا جدا جدا. الهير ماسك بتاع المجموعه حاجه كده يعني وهم، مش عايزه اقول لك ترميم. في حد ذاته. اول حاجه في المجموعه الشامبو. الشامبو روزابيلا ده مش شامبو عادي، ده شامبو اصلا بيعالج تساقط الشعر، لان فيه بيوتين، فيه كولاجين، فيه بروتين القمح. كل ده في الشامبو؟ كل ده في الشامبو بس. غير ان هو طبعا بينظف الشعر او بنغسل بيه الشعر، ما بيسببش اي جفاف خالص للشعرايه. فهو متناسب مع انواع الشعر الجاف الضعيف. أيوة. الاطفال كمان، مع الشعر المعالج بالبروتين او كرياتيني، او الناس اللي عامله ترميمات، اي نوع شعر ما عدا الشعر الدهني الشديد. لان هو فري سلفيت، ما فيهوش سلفيت خالص. بس في نفس الوقت بيرغي وبينظف. ودي التكنيك الحديث بتاعه، ان احنا بنهتم بتنظيف الشعر من غير ما نسبب له اي تلف او جفاف. اكيد طبعا. طيب تاني حاجه عندنا الكونديشنر او البلسم بتاع المجموعه، او بلسم روزابيلا. ده في مجموعه كبيره من الفيتامينز اللي بترطب الشعرايه من غير ما تسبب لي دهننه او تلزيق في الشعر. طبعا في افوكادو، زيت الافوكادو، في شيا بتر، في فيتامين اي، في بي 5 او البانثينول. كل دي من الحاجات اللي افكتيف جدا في علاج الشعرايه وترطيبها. نشوف بعد كده البرودكت الثالث. بصوا انا عايزه افتح لكم بس الهير ماسك ده. الهير ماسك ده يعتبر من الماسكات اللي تعتبر ترميم، هو مش ماسك عادي او مش هير ماسك عادي، ده يعتبر ترميم في حد ذاته. ماسك كده زي ماسك البشره يا دكتور؟ ده بنعمله ماسك للشعر. ده لفروه الشعر بقى؟ لا مش للفروه، ده للشعرايه نفسها. للشعرايه نفسها. زي حمام كريم بس قوي جدا. او دسم. حمام كريم دسم. فاحنا نفتح الهير ماسك، بصوا عايزه اوريكم بس الكواليتي بتاعت المنتج. شوفوا عامله ازاي؟ فعلا عامل زي ماسك بالظبط كده. بالظبط، ترطيب عالي جدا جدا جدا. المواد فعاله غذائيه، ريحه، بنهتم بكل تفاصيل المنتج. حتى الريحه، حتى الشكل، حتى العلاج بقى هيبقى ازاي. انت هتلاحظيه من اول استخدام للشعر هتحسي ان الشعر طري جدا. غير العادي، يعني طراته غير العادي. ليه بقى؟ نقول المكونات بتاعته. دليل. في شيا بتر، في ارجان اويل، في افوكادو اويل. طبعا الزيوت دي من اعلى الزيوت. في كمان فيتامين اي، بانثينول، في مجموعه كتيره جدا احنا بنحاول نحتفظ بيها عشان دي سر الخلطه بتاعتنا. ده مغذي جدا جدا للشعر. في كولاجين، وده من اعلى الانواع الكولاجين، اللي هو كولاجين مارين. طبعا الكولاجين ده بيدي علاج لشيخوخه الشعر المبكره. حضرتك تعرفي حاجه عن شيخوخه الشعر المبكره؟ بيبقى ناس صغيره سنا جدا، وتبصي تلاقيها فجأة كده شعرها كله بيبقى ابيض. مش لازم بالضروري يبقى بس أو ابيض، غير البياض كمان الشعرايه نفسها. بالظبط، احنا شيخوخه الشعر المبكره دي ممكن تيجي في سن مبكر، ومش لازم ان الشعر يبقى لونه ابيض خالص. ايوه ايوه. شيخوخه الشعر المبكره دي ممكن تبقى على شكل تلف، ممكن تبقى على شكل جفاف، ممكن تبقى على شكل تقصيف. ممكن مثلا حد شعره كان ناعم قوي
وفجأة تحول لشعر كيرلي ومقصف وهايش. كل ده علاج في علاج ليه في الهير ماسك بتاع روزابيلا، لان فيه كولاجين عالي جدا، ده بيعالج شيخوخة الشعر المبكرة، بيظبط لنا الشعراية، بيخلي الملمس نفسه ناعم وطري جدا. طب اسمحي لي يا دكتور اطلع فاصل وارجع مع حضرتك تاني نكمل حديثنا الممتع ده. مفيش مشكلة. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور هبه جمال فضل. ايه وكانت بتشرح لنا منتج اللي هي خاصه بيه منتجها روزابيلا عن الشعر. اسمحوا لي ارحب بالضيفه للمره الثانيه. اهلا بيكي دكتور هبه. اهلا بحضرتك يا دكتور. شرفتينا ونورتينا. ربنا يخليك. وعايزين نستمتع اكتر واكتر معاكي. موضوع الشعر، لان انا حاسه دلوقتي ان كل الدنيا قاعده بتقول يا ترى دكتور هبه هتكمل لنا ايه وتقول لنا ايه وتطمنا ازاي على شعرنا بالمنتج الجميل ده. تمام. نكمل. كنا وصلنا للكريم اللي حضرتك قلتي عليه، كريم الحرير. بالظبط احنا كده شرحنا الشامبو وشرحنا الكونديشنر وشرحنا الهير ماسك. تمام. كل ده من روزابيلا. عندنا بس اتنين حاجتين، هو طبعا المجموعه 5 في 1، فاضل حاجتين. طبعا ده السيروم الشعر. في ناس كتير جدا بتحب تستخدم السيروم، لان السيروم ده حاجه خفيفه جدا على الشعر. أيوة. تمام. او بتحس ان هي مش عايزه دهننه او تلزيق. السيروم فعال جدا وحلو جدا ومغذي ونتيجته هايله على الشعر. والحجم بتاعه يعني حجم كويس يقعد فتره كبيره جدا. طيب عندنا كمان بنستعمله ازاي دكتور؟ معلش بعد ده دهان يومي. دهان. ده دهان للشعر يومي. بعد الشاور بقى، من غير شاور، هو بيستخدم دهان يومي بيسهل عمليه التسريح او تسليك الشعر. بحيث ان احنا ما يبقاش فيه نتعامل مع الشعر بطريقه اجريسيف او بطريقه عنيفه. عشان ما يحصلش تساقط زياده في الشعرايه. تمام. في طبعا حاجه احنا عاملينها لكم، ده هير ميست. ده معطر للشعر. الناس بقى اللي دايما بتحب ريحه شعرها حلوه، او بتحب ان هي تكون ريحه شعرها دايما طول الوقت حلوه، لان هو ثباته عالي جدا. وكمان بيدي ترطيب حلو قوي للشعر ولمعه قويه جدا. مجموعه كامله يا دكتور. بالظبط احنا كده عاملين مجموعه كامله، احنا مسمينها الملكه او مجموعه العرايس. لان هي مجموعه كامله متكامله. عايزه اقول لحضرتك ان تركيز المجموعه على الرغم من العبوه مش 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 شكلها مش كبير او حجمها كبير، لكن التركيزات بتاعتها عاليه مش جدا. بالحجم يا دكتور، هو بالكيف يعني الكواليتي بتاعتها محترمه. التركيز بتاع المنتج عالي جدا، يعني مش مجرد ان دي عبوه شامبو هتخلص مثلا لا اسبوع وتخلص او اسبوعين، لا ده بتقعد فتره طويله. نتيجتها محترمه، نتيجتها هائله، تغذيه قويه جدا للشعر. المجموعه كلها على بعضها فعلا فعلا بتحسن مظهر الشعرايه وبتغذيها. تنفع لمين بقى؟ تنفع للاطفال، تنفع للناس اللي شعرهم جاف، تنفع للناس اللي عاملين بروتين او كرياتين او فيلر او كولاجين. أيوة. تنفع للناس اللي عامله ترميمات في شعرها وعايزه تعالج او تستخدم افتر كير محترمه تمشي عليها. كل الناس دي تنفع لهم مجموعه روزابيلا. نشوف مجموعه تانية. قبل ما نشوف مجموعه تانية يا دكتور، عايز اسال حضرتك سؤال مهم. المجموعه دي مجموعه زي حضرتك ما قلتي شرحتيها باستفاضه، مجموعه كامله متكامله، 5 في 1 زي ما بيقول. ايوه. دي بتغني اي بنت دلوقتي بتشوفنا وتسمعنا، اي بنوته كده بتحب قوي تروح تعمل بروتين، ده بيفرد شعري وبيخليه مش عارف شكله ايه ورا ظهري والنعوميه والكلام الفارغ، وهي مش عارفه في الاخر ان البروتين ده سبب يعني تلف الشعرايه نفسها. ده يغنينا عن عمل بروتين؟ لا، هو ده مش هيغنينا عن عمل البروتين. هو في تقنيات حديثه جدا دلوقتي. وهي الفرد اللي هو الحراري، اللي هو بتكون نسبه الاحماض فيه قليله جدا. أيوة. وده بيكون متوفر في منتجات كتير زي الفيلر والكولاجين، واحنا عندنا منتج اسمه الميكاديميا ده خاص بينا. ده بنفرد بيه الشعر من غير ما نسبب تلف اصلا للشعرايه. بنستخدم المجموعه دي بقى افتر كير. مجموعه عنايه بعد ما بنعمل شعرنا، بحيث ان ما يحصلش اي مشاكل. دايما طول الوقت محافظين على ترطيب الشعرايه. الناس اللي بتروح دايما صيف مصيف. أيوة. بتنزل بسين، الحاجات دي كلها لازم مجموعه عنايه محترمه تحافظ لي على الشعرايه وما يحصلهاش تقطيم ولا تلف ولا جفاف. تمام. فده ما بيغنيش طبعا، ده علاج بعد الجلسات. او الناس اللي مش عامله حاجه خالص ده طبعا بتستخدمه عادي جدا. تمام. نشوف حاجه تانية. طيب نشوف مجموعه لارين. مجموعه ايه حضرتك؟ مجموعه لارين. لارين مجموعه لارين دي 3 قطع، ده برده تحت لاين روزابيلا، يعني ده كله منتجات روزابيلا. دي مجموعه 3 قطع، عباره عن شامبو وحمام كريم او هير ماسك وسيروم.
الناس بقى اللي ما بتحبش تشتري مثلا مجموعه كامله، لا ده انا عايزه اخد مثلا ثلاث قطع بس واروح بس اجيب كفاية. حاجه تانيه من منتج تاني. إيه الشامبو بتاعنا برضو فري سلفيت، ما فيهوش سلفيت خالص، فيه بيوتين وكولاجين وبروتين القمح. بيتارجت برضو علاج تساقط الشعر او تغذيه الشعر، هي مش مجرد حاجه بنغسل بيها او بناخد بيها شاور وخلاص، هي في نفس الوقت تغذيه. بالظبط. الترطيب بتاعه عالي جدا، الكواليتي اللي جوه كواليتي عاليه جدا. عايزه اوري حضرتك حاجه، بصوا ده شكل الشامبو، ده شامبو كريمي مش شامبو عادي خالص. فعلا، لا حقيقة الترطيب بتاعه عالي جدا، صح كده. الروائح كمان اللي احنا مختارينها في المنتجات روائح يعني حلوه جدا وثباتها كويس جدا في الشعر. صح، في حاجات كده بتبقى يعني بتبان. احنا بنحتاجها انها تبقى تدي كمان ريحه جميله للشعر، بالظبط. مش منتج احنا وخلاص. بنهتم اي بكل بالظبط تفاصيل البنوته، بنهتم بكل تفاصيل كل احتياجاتها، بنشوف هي عايزه ايه وبنعمله. تمام. تاني حاجة عندنا الهير ماسك، وده برضو زي ما اتكلمنا ده ماسك علاجي، ده فيه شيا كتير جدا، فيه أرجان أويل، فيه مجموعة من الفيتامينز زي فيتامين اي وبانسينول. هو بيختلف عن الماسك ده في بعض الانجريدينت او في حاجات بسيطة بس في المكونات، لكن احنا يعني الكواليتي عندنا كلها واحدة، نفس المادة الفعالة نقوله، نفس المواد الفعالة، نفس المواد مختلفة الفعالة حاجات بس بسيطة. مختلف حاجات بسيطة. طبعا الاختلاف كمان في الريحة واللون والشكل. ده برضو الهير ماسك الكواليتي، بصوا عامله ازاي. ده يعتبر برضو ترميم، ده بنستخدمه في المراكز في جلسات التريتمنت، بنضيفه كحاجه مساعده في الجلسات. حضرتك اول ما فتحتيه ريحته طلعت، ريحته بانت. دي حقيقه. تمام كده. مجموعه لارين، الناس اللي بتحب يبقى عندها ثلاث قطع بس. تمام. طيب نتكلم بقى عن الليف ان وجمال الليف ان، والناس اللي بتحب دايما شعرها يبقى مترطب بس مش ملزق في نفس الوقت متغذي، حاجه كده تحس ان هي ما بين الكريم ما بين السيرم، حاجه في النص. ايوه اسمه ليف ان. الليف ان، الليف ان اوميجا 3 عاليه جدا، ارجان اويل عالي جدا، هاني، في عسل داخل المنتج، عسل بحيث ان هي ترطيبه للشعر، في كمان شيا بطر. في مجموعه كبيره من الفيتامينز، برضو احنا بنهتم جدا بفيتامين اي وبنهتم بالبنسينول، لان دول من الحاجات اللي بترطب وبتغذي الشعرايه وبتكون مضاده للاكسده. دي برضو ان احنا ما بننساش يعني برضو اكيد مجموعه الفيتامين دي مهمه جدا، ممكن مش هاخدها مثلا انا في اكلات معينه بالزبط ترميني. بالظبط كده اضيفها للشعر. طبعا الفيتامين اي من الحاجات اللي هي انتي اوكسيدنت، والحاجات اللي هي بتحافظ على شيخوخه، بتحافظ على ان الشعر ما يحصلوش شيخوخه مبكره زي ما اتكلمنا. فالليف ان ده من الحاجات الحلوه جدا، بستخدمه بعد الشاور، بيدي ترطيب وتغذيه قويه جدا للشعرايه، بيعالج التلف، وكمان في حاجات للبصيلات نفسها، لان بيحصل امتصاص للمواد اصلا داخل الشعرايه فبتوصل للبصيله، فاحنا مهتمين جدا حتى بالبصيله في المنتج ده. يعني من الجذور للاطراف. ايوه تمام. تمام كده. احنا ايه اتكلمنا عن مجموعه من منتجات روزابيلا. طبعا احنا عندنا منتجات كتير في الشركه، انا جايبه لكم جزء منها نتكلم عنه. ايه لو في اي سؤال لحضرتك. احنا كنا نتمنى المجموعه كامله، نتمنى يكون معانا فيديوهات، بس ان شاء الله ده هيحصل في الحلقه الجايه باذن الله. ان شاء الله. عايزين فيديوهات من حضرتك بقى ان شاء الله، نبقوا حاجه شرح توضيحي على الطبيعه، وعايزين منتج اكتر واكتر. تمام، لان منتج حضرتك مرخص فاوريدي ان احنا هنعرض كل حاجه، واتفر اي نوع من عند حضرتك لازم نعرضه، عشان برضو نطمن الناس ان فعلا منتج روزابيلا حاجات كتير، مش دول مصرية. بس احنا منتجات مصرية بجودة عالمية فعلا. تمام. المنتجات الكواليتي بتاعتها عالية جدا، ما بتسببش اي تلف، ما فيش حد لحد دلوقتي اشتكى نهائي من اي منتج. لا الحمد كل لله. كل واحد بنعرف طبيعة شعره ايه علشان نديله الحاجة اللي هو المفروض يستخدمها. يعني بنتكلم مع العميل ونعرف ايه هو اللي هو محتاجه او طبيعة الشعر ايه، ممكن هو يكون محتاج حاجة معينة، لا احنا نديك الحاجة التانية لان دي اللي تناسب معاك اكتر. بعيد بقى عن المنتج، في أسئلة عامة بتتداول في أذان الناس كتير قوي، اللي هي أنا شعري زي شعري مثلا مش ههتم بيه ليه، وأنا هجيب منين شعر طويل أو شعر ناعم، ما أنا العامل الوراثي أو العامل الجيني موجود. بالزبط. يعني مثلا والدتي أو أختي الكبيرة شعرها مثلا هو طبيعته كيرلي أو طبيعته مقصف أو طبيعته ما بيطولش كتير، فإحنا باخد المعلومة دي ومعلومة برضو مش صحيحة بنسبة حتى 1%، ان انا مش لازم العامل الجيني يكون هو التأثير عليا عشان ما اهتمش بشعري.
في ناس كتير بتعتقد الاعتقاد ده هو ده عامل تاثير نفسي. فاحنا المفروض ان لا انا جمال مش موضوع تاثير نفسي يا دكتور، انا قصدي ان فعلا العامل الجيني ليه علاقه طبعا بالشعر. طبعا اكيد اكيد العامل الوراثي او الجيني ليه علاقه في شكل الشعر. أيوة. في حجم الشعر، في عدد البصيلات اللي موجوده. لا ليه عامل كبير جدا. طيب انا عايزه اقول لحضرتك ان جمال الشعر مش بس ان هو يكون ستريت او ناعم، لا ممكن طبعا. شعر يكون كيرلي لكن صحي جدا. ايوه والشعر الكيرلي ده من يعني من الشعور اللي احنا المفروض اصلا نهتم بيه، المفروض نعزز له الفيتامينز الكتير، نديله ترطيبات على طول، نعمل له ماسكات كتير للشعر بحيث ان احنا نحافظ على جماله. الشعر الكيرلي من الشعور الجميله جدا، ولازم اللي عنده شعر كيرلي يهتم بيه. مش لازم يكون شعر ناعم، مش منظر جمالي او ناعم. لا بمعنى اصح ده يعتبر اكتر انواع الشعور اللي هو بيحتاج اهتمام، لان في الغالب بيكون كثيف. فلا محتاج روتين عنايه قوي جدا. ده احنا بنقول اتكلمنا على العامل الجيني اللي هو برضو سؤال الناس جميعا كده في كل مكان، ما اهتمش او مش هفكر لان انا مش هجيب جديد من عندي بالظبط، لان والدتي كده او اختي كده. لا الموجود. احنا مش عايزين نقول دي معلومه جماعه مش صحيحه، زي دكتورة هبة ما اتفضلت وقالت شاكرة طبعا، ان احنا حتى لو شعر كيرلي المنظر الشعر اللي هو ناعم قوي ده مش مقياس ابدا ان الشعر كده مش واحد. اهم حاجة ان الشعراية صحي. صحية. تمام. انا بيجي لي حالات مثلا لا شعر ناعم يعني بتكون تكاد ما عندهاش موجة اصلا. لكن الشعراية في تلف شديد جدا. يعني ما بتهتمش، ما فيش غذاء كويس وصل لها. إيه اتعرضت لمواقف كتير، ما بتهتمش بالمواقف اللي اتعرضت لها. احنا لازم واقفة معانا او مع نفسنا، المفروض ان احنا عندنا روتين عناية نمشي بيه. ما فيش حاجة اسمها انا استنى لما يجي لي تساقط وعالج التساقط. لا احنا مش المفروض نمشي طبعا على روتين، زي ما بنقوم من النوم نغسل وشنا بصابونة او بغسول، ده اهتمام بالبشرة او روتين عناية بالبشرة. نهتم بالشعر. الشعر لازم سبراي اغذي بيه فروة راسي. طالما عرفت نوع سبراي كويس او عرفت نوع هير لوشن كويس، ليه ما اهتمش بتغذيه فروه الراس؟ تمام. ليه ما اشوفش القشره اللي عندي او ما اعرفش القشره اللي عندي نوعها ايه وابدا اعالج القشره اللي عندي؟ هل انا عندي مشكله في السيبوم سيكريشن بتاع شعري او بتاع جسمي، الافرازات الدهنيه الكتير؟ طب انا ممكن اخد مثلا اوميجا 3 بحيث ان هي تنظم الافرازات الدهنيه في جسمي. طب انا ممكن مثلا استخدم شامبو معين مره في الشهر، بحيث ان انا لو عندي قشره دهنيه تبدا القشره الدهنيه دي تتلاشى وتروح بعد شويه. القشره دي عامل متجدد برضو، من الحاجات المتجدده. الناس اللي عندها قشره خصوصا الفتره دي، لان الفتره دي فتره ظهور قشره، قشره موسميه وتساقط موسمي شديد جدا بسبب القشره. لازم تشوفي نوع القشره اللي عندك، لازم مختص يشوفك ويكشف عليكي ويشوف نوع القشره ويشوف هل هي بسبب داخلي، انت عندك مشاكل داخليه. في مثلا فطريات زي فطر الملاسيزيا، ده بيأثر على فروة الراس، بيحب جدا الوسط الدهني. لو حد بياكل دهون كتير او مثلا سكريات او كربوهيدرات كتير، فده بيبقى وسط يعني مثالي انه يتعايش في فروة الراس ويبدأ يتكاثر وينمو لحد ما يوصل للبشرة نفسها ويعمل مشاكل في البشرة مش في الشعر بس. ده بالنسبة للعامل الجيني. العامل النفسي بقى دكتور، زي حضرتك ما قلتي من شوية ان هو عامل مهم جدا جدا بيأثر فعلا على الشعراية. في نظر حضرتك برضو عايزين شرح توضيحي ان انا لو حالتي النفسية او مزاجية مش كويسة، فده شور هيأثر على الشعر؟ بالظبط. احنا عندنا الاسترس زي ما اتكلمنا في البداية. الاسترس ده من الحاجات اللي بتأثر بقوة وبشكل عنيف على تساقط الشعر. احنا في الاسترس بنلاقي الشعر لما بيقع بال 15 شعرايه، مش مجرد شعرايه واتنين. فبتحسي ان التساقط مبالغ فيه، فتعرفي ان انت دلوقتي في حاله تساقط شعر كربي. تساقط الشعر الكربي ان احنا قلنا من اشكاله الاسترس، الضغوط النفسيه. بالزبط. عندي امتحانات، عندي مذاكره، عندي شغل كتير، مضغوطه، جوزي مزهقني، اي مشاكل من دي بتعمل تساقط شعر كربي. بتبقى انت عارفه مش مجرد على فكره تساقط في الشعر بس، ده ممكن يحصل تساقط شعر في شعر الجسم، في شعر الحواجب. مش بس الشعر العادي بتاعنا. ده الاسترس بقى الاسترس ده، ده تساقط قوي جدا. لكن يا دكتور سرعان ما يمكن علاجه او بيتم علاجه بشكل سريع، يعني كل ما نبدا بدري ست شهور بتكون الدنيا تمام، بتبقى الدنيا كويسه جدا معانا. لما نتسرع بقى ونشوف دنيتنا ايه ونعرف السبب الحقيقي. بالظبط. طيب بالنسبه للتحاليل، وده سؤال مهم جدا عايزه اساله حضرتك، اللي لازم تتعمل قبل مثلا اول مثلا اي حد بيجي لحضرتك المركز بنلاقي شعره فعلا تالف من جهات كتير زي حضرتك ما شرحتي، حضرتك بتطلبي منه تحاليل معينه؟ ولازم برضو نعرف الساده المشاهدين معانا ان في تحاليل بتتعمل قبل العنايه
الشعر زي ايه؟ التحاليل دي خاصه طبعا بالاخصائي. الاخصائي بيشوف الحاله قدامه، بتبقى ظاهر عليها اصلا هي يعني تقريبا عندها مشكله ايه، بيبدا يطلب منها الهيموجلوبين، بيبدا يطلب منها الغده مثلا، السيرم فيريتين، بيبدا يطلب تحليل الغده الدرقيه. ممكن يدخل برضو في شويه تحاليل جينيه او تحاليل الهرمونات بحيث ان يعرف ايه المشكله. في بعض التحاليل بقى بيطلب انزيمات كبد، انزيمات كلى، ده لما بيبقى خلاص هو مش لاقي حاجه فبيبدا يشوف ايه اللي ممكن يبقى فيه موجود. تاني بيبدا يشوف التحاليل والفحوصات دي، طبعا بيبدا يديها طبعا روتين خارجي زي ما قلنا، روتين داخلي. الروتين الداخلي ده بقى بتاخد مثلا فيتامينز، لو عندها نقص في الحديد تاخد فيتامينز خاصه بالحديد. لو عندها مثلا فيتامين د واقع تاخد شويه فيتامينات د. لو عندها زنك، الزنك من الحاجات برضو اللي بتاثر جدا على الشعرايه، بتاخد برضو فيتامين. كل حاجه كل مشكله بيبقى ليها علاج. طبعا قصه حضرتك مع العميل او العميله اللي بتيجي لحضرتك بمعنى اوضح ان احنا بنشوف اساس المشكله ايه في الشعر، وعلى ده الاساس بنبدا نعالج. بالظبط. يعني مش هنقول مثلا ايه انا هطلعك من عندي من مركز شعرك ناعم حرير طويل مش عارفه ماله الكلام الياما ده، لا طبعا احنا مش دي القصه خالص. احنا كل شعر بيبقى ليه حاجه معينه، بنمشي على ده الاساس. عندي زي حضرتك ما قلتي القشره الجافه دي مشكله لوحدها. بالظبط. ودي ما بتجيش الا فعلا في فصل الشتاء. ايوه. ده على الناس اللي ما بتشربش ميه كتير. بالظبط. دي معرضه لعدم شرب الميه فعلا، يجي لها جفاف في الفروه وجفاف في البشره نفسها. تمام. وممكن الموضوع يتطور معاها الاجزمة، اللي هي تبدا الدنيا تجف لدرجه ان يحصل جروح من كتر الجفاف اللي في البشره. لا، الناس دي محتاجه تشرب ميه كتير جدا، محتاجه تهتم بالنظام الغذائي بتاعها، محتاجه تمشي على نظام او روتين عنايه قوي ان هو يساعدها في ترطيب الجفاف او يعمل هيلينج للي حصل ده. نقطة مهمة جدا يا دكتور هبة ان احنا نتكلم على الغذاء. ايوه. الغذاء اللي هو الطبيعي غير المنتج طبعا، ده المنتج ده حاجة أساسية. ان انا مش هاكل مثلا حاجة معينة بتغذي الشعر وهنسى الكلام ده كله، لا طبعا ده شيء مش منطقي خالص. ايوه. مش هروح مثلا استعمل شامبو سوري يعني رديء جدا او صابون عادي من بتاع اللي بغسل بيه وشي واستعمل لون شعري، كلام الفارغ اللي بنشوفه ده، واقول مثلا انا هاكل حاجات معينه دي بتطول الشعر. بسمع حاجات غريبه، لا دي بتساعد على نمو الشعر، دي بتكثف الشعر بتخليه تقيل، حاجات كده غريبه قوي. احنا بنقول في نظر حضرتك في نوع غذاء معين فعلا بيساعد وبيبقى عامل اساسي برضو في العنايه بالشعر، زي ايه؟ احنا المفروض نهتم في الغذاء بتاعنا طبعا هو يكون غذاء صحي متوازن. يبقى فيه خضروات كتير، يبقى فيه الحاجات اللي فيها حديد، الحاجات اللي فيها فيتامين سي، الحاجات اللي فيها فيتامين اي، الاوميجا 3 بكل انواعها طبعا، الاسماك، الحاجات المكسرات، الحاجات اللي فيها دي طبعا. في حاجات بقى احنا كل حاله بنديها نوع غذاء معين مثلا بتمشي عليه. ايوه طبعا طبعا. لان ممكن حاله فروتها دهنيه او جسمها اصلا افرازاته الدهنيه كتير. فما ينفعش اقول لها روحي خدي حاجات فيها مثلا دهون كتير او علي نسبه الدهون عندها، ده ممكن يحصل لها تساقط اصلا. طب. يعني انت كده بتلعبي في السيبوم سكريشن بتاعها فبتعلي نسبه الافرازات الدهنيه، فممكن يحصل دايما قشره دهنيه فتسبب تساقط. فلا كل واحد بقى على حسب اللي حضرتك بتتكلمي عنها، كل حاله على حسب هي محتاجه ايه. تمام. يعني مثلا مريض الغده ده محتاج ياخد فيتامين د. ليه؟ لان فيتامين د بيبقى نايس عندهم جدا وبيسبب لهم تساقط للشعر. فممكن ياخده في صوره وجبات وممكن ياخده في صوره ادويه. تمام. مثلا الحديد تعرض للشمس شويه نص ساعه حتى على الاقل. بالظبط. والتعرض للشمس لو مش هاخد ادويه خالص. احنا كلنا تقريبا عندنا نقص في فيتامين د، بس مش كل الناس اللي عندها نقص في فيتامين د بيحصل لها تساقط في الشعر. ايوه يعني صح. مش كل الناس، في ناس نسب. بالظبط. في ناس بيحصل لها وناس لا. طيب اخد راي حضرتك في حاجه برضو مهمه جدا، الصبغات الكتير. النهارده انا عايزه اقوم من النوم كده اخلي لون شعري اسود، لا ده الاسود مش موضه هخليه بني اسبوع كده ولا حاجه، وهعمل اخد صبغه تخليه شعر لونه بني، لا انا عايزه شعري ثلجي، انا مش عارفه عايزه ايه. كل اسبوع تقريبا بستعمل نوع صبغه معينه بدون درايه هي اثرها ايه عشان اخلي لون شعري على حسب الموضه، راي حضرتك ايه؟ انا مش برشح الصبغات المستمره. او مثلا احنا انا عندي في المركز مثلا في انواع صبغه معين احنا بنمشي بيها. بالظبط. مش اي حد بيجي يحتاج اي حاجه بنعملها له خالص. كل واحد على حسب شعره.
يعني مثلا لما تيجي واحده تصحى من النوم كده فجاه انا شعري اسود وعايزه اقلبه زيتون، صح لا يعني معلش، في عقل وفي فهم في الموضوع. انت طالما هتقلبي من اسود لزيتوني انت بتمر بمراحل كتير جدا بتؤدي لتلف شديد في الشعر. احنا ليه نعرض الشعر للتلف الشديد ده؟ اكيد لا. إيه طالما انا شعري مثلا لونه غامق بلاش اجازف واعمل الالوان الفاتحه قوي دي، تمام؟ كده لازم ضروري يحصل تلف، يحصل جفاف، هنبتدي بقى نعالج ونمشي على روتينات فتره طويله جدا بحيث ان احنا نعالج التلف ونعالج الجفاف، ويبدا ان احنا نقص الشعر كمان كل فتره بحيث ان احنا نجدد الشعرايه وتبتدي الشعرايه ترجع لصحتها تاني، وده هياخد منك وقت ومجهود. فالصبغات الكتير يعني يفضل ان احنا مثلا كل فتره هنصبغ شعرنا، يبقى لازم امشي على روتين عنايه كويس، بلاش استخدام بيبليس وسيشوار كتير. أيوه. كل ده بيسبب دي تلف مشكله وجفاف تانيه خالص. للشعرايه. ايوه الحراشف نفسها او الطبقه الخارجيه للشعر بتبقى مفتوحه عامله زي قشر السمك مفتوحه، اي حاجه بتحطيها بتبقى مش قادره ان هي تتغذى او مش قادره أيوه ان ده هي حقيقي. بالظبط. فاحنا المفروض ان احنا كل واحد كده يبقى عارف شعره، انا شعري ضعيف خلاص يبقى بلاش صبغه السنه دي مثلا، انا هنهتم بشعري وهبدا اغذي البصيله وهبدا اغذي الشعرايه، هبدا اعمل كفرنج كويس للشعرايه من بره بحيث ان لو عملتي صبغه ما يحصلش تلف داخلي للشعر، يبقى كل واحد عارف شعره محتاج ايه وعارف شعره هو ممكن يوصل للون ايه علشان ما يجازفش ويروح مثلا كوافير ويعمل شعره مثلا انا عجبني اللون على صاحبتي لونه كذا وشعرها جميل هو ده اللي وعايزه اعمله. بيحصل فعلا. لا انت كل واحد عارف مشكله شعره وعارف هو يتحمل ولا لا. ممكن الكوافير ما يقولكيش ان شعرك ما يتحملش، هو مجرد انت طلبتي لون خلاص هو بيطبقه، انت بيعملهولك بقى اللي انت المشكله عايزاه. بتظهر لك انت فيما بعد. يعني ممكن يظهر لك مثلا خلال اول شهر بتبدا الشعر تتقصف جدا، يبدا الشعر يجف، في تلف في الشعرايه، حاسه ان شعري شايط، اغسل شعري احس ان هو بيمط او بيتقطع. كل ده من اشكال التلف اللي بتحصل من الصبغات. فنبقى حريصين في اختيار الصبغه، في اختيار اللون، هل شعري يتحمل ولا لا، هل الفتره دي انا بمر بضغوط نفسيه، بمر مثلا بظروف صحيه معينه، عندي نقص في الفيتامينز، ما اصحاش من النوم عايز حاجه اروح اعملها. لا طبعا لازم اكيد لا تفكير ودراسه للموضوع. اكيد. إيه طبعا دي نصايح مهمه جدا. إيه في خلال حلقتنا من دكتور هبه حبيت اسالها كام سؤال كده في الاخر بعد عرض منتج روزابيلا. إيه طبعا يعني انا مش عايزه اقول لحضرتك ان الحلقه ممتعه جدا، وانا يعني بجد انا نفسي استمتعت قوي قوي بالحلقه واستفدت من حضرتك معلومات، واكيد اتمنى ان الساده المشاهدين يكونوا برضو استمتعوا معانا. فاحنا بس طالبين من دكتور هبه طلب مهم قوي ان احنا نعرض اكتر واكتر منتج روزابيلا كله ان شاء الله اللي خاص هنتكلم. بقى بالبشره مش الشعر بس. عندنا جزء كبير بالترميمات الشعر بالظبط التالف بالظبط. بقى، هنعمل ايه بالظبط؟ هنعمل ايه؟ هنشرح شرح توضيحي هنا قدام الناس، هنجيب فيديوهات فعلا معينه، هنشوف البشره ايه العنايه ازاي بيها عن طريق منتج روزابيلا. وطبعا انا عرفت وشفت بعنايه في مركز حضرتك العنايه بالبشره حاجه تفوق الخيال. الاجهزه الحديثه اللي عند حضرتك بجانب المنتج بتاع روزابيلا ده احنا عايزين نوعد الناس قدامنا دلوقتي ان دكتور هبه هتعرض لنا كل ده وهتعالج لنا البشره ازاي ان شاء الله في حلقاتنا القادمه مع حضرتك. ايه انا في نهايه حلقتي بشكر حضرتك جدا جدا، وان شاء الله نتقابل على خير في حلقات كتير جدا بنصايح حضرتك لينا وللساده المشاهدين معانا. شكرا الله. دكتور. شكرا. مشاهدينا الكرام اتمنى نكون أسعدناكم كما سعدنا بكم، وإن شاء الله في حلقة قادمة مع دكتور هبة فضل هيكون معانا العناية بالبشرة في الحلقة القادمة، وبقيت باقي كل منتج روزابيلا قدامنا على الشاشة وعرض فيديوهات مهمة جدا. انتظرونا في حلقة قادمة من سر جمال. شكرا لكم وإلى اللقاء.